أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم، وكل سنة وانتم طيبين. وجمهور أخبار اليوم، كل سنة وهو طيب. رمضان بيبقى له طقوس معينة، مثلا انك انت بعد الفطار بيبقى موضوع تاني خالص، مثلا تقعد مع اصحابك، تقعد في بيتك، بتبقى طقوس تانية خالص. يعني اللي بستثمر شهر رمضان ده ان انا بعد الفطار بحضر للشغل الجديد، يعني بيبقى الواحد رايق نفسيا. يعني ان شاء الله في حاجة، ألبوم جديد ان شاء الله شغال فيه، سجلت فيه حاجات، وفي جزء تاني ان شاء الله كده يعني هكمله. ده انتاج مولدي استاذ جمال مروان. يعني حاليا قطعت بتاع يعني اقل من نصه بحاجات بسيطه، وفي حاجات تانية بجهزها يعني ان شاء الله اخلصها في رمضان. يعني مش كل حاجه بتندرج لشعبي، ولا كل حاجه بتندرج تحت مهرجانات. مهرجانات دي قصه، بس انا يعني اسمهم بيجتهدوا، يعني اسم واحد بيجتهد بس. يعني انت ودنك مش هتفضل تسمع ده على طول، يعني انت لو ودنك يعني فضلت تسمع ده هتتوتر، تلاقي نفسك قاعد متوتر. مش دي المزيكا يعني. بس اللي تأثر بطريقه سلبيه على ثقافه المجتمع، حتى انت في الاطفال بتلاقي مثلا الاغاني سمعناها المحاضرات، الالفاظ اللي بيقولوها، الالفاظ دي بيشوفوها بيسمعوها في المسلسلات، وبيشوفوها صوت وصوره كمان. يعني مش شرط التراجيدي، بس مش شرط ده، المهم ان انت تقدم له حاجه يبقى عارف ان انت الحاجه دي يعني مستواك او ذوقك، مش تغير من ذوقك، لان كل اللي غير من ذوقه بيقع. وانت شايف جو السينما رايح لحاجات متنططه كتير، فانا مش بتاع ده. فالدنيا تهدى وان شاء الله يعني رايحين لحته حلوه برضه. لا مش مسألة تركز في السينما، ما انت ايه المانع انك تركز في السينما، بس ما يبقاش كل اللي انت بتعمله هي حاجة واحدة. محمد رمضان ايه، بص هو يعني الواحد ما يتكلمش عن رزق حد، هو رزقه جاي له خلاص. كل ده ماشي، ما اي حاجة لازم تتعرض لانتقاد، بس هتعمل ايه؟ خلاص الناس في الشارع بتحبه، انت لا انا ولا انت تقدر نعمل حاجة. حتى لو يعني لا قدر الله في حاجه وحشه من ناحيتك او من ناحيه الناس، مش قادر يتكلم منها، لاني شايف ان العدد الاكبر بيحبه.